دلوقتي احنا كنا في شهر العسل، عايزين نعرف بقى في شهر العسل بقى احكي لنا عليه. لا لفينا في شهر العسل بتاعنا ده خد مده طويله قوي يعني تقريبا احنا فينا احنا رحنا فين وفين بقى؟ احنا ثلاث اسابيع عدينا عملنا الاول كروز رحنا كروز كروزو يعني لفوا العالم كله كروزو صح؟ مش كده؟ مركب كبيره قعدنا اسبوع لفينا كذا بلد كرواتيا مونتينيجرو ايه البلاد دي ما احنا برضو كروزنا هي على يمين كروزنا. ايطاليا كده انا ومادي خدنا مركبه اللي هي اللي بتبقى عند قصر النيل دي عارفها اللي بيبقى شغال فيها زق وزقه وخدناها قعدنا بقى ايه بزق وزقه نزلنا شويه عند المرسى بتاع المعادي عند المرسى اللي هو بتاع كروزنا مرسى كتكات حصلت فيه بلاوي يا لهوي ما اقولكوش بقى وانتوا بقى ايه بقى الكروزة عملتوا بلاوي عملتوا بلاوي في الكروزة لا بعد الكروز نزلنا بعديها على ايطاليا احلى حاجه في الكروز هي ايطاليا كلها احلى حاجه في الكروز كان اخر يوم قامت عاصفه دي احلى حاجه وإس فجأة لقيت إسماعيل ياسين معايا في الأوضة عارفة إسماعيل ياسين في البحرية هو أصل اليوم ده المفروض إن أنا كنت ألم الشنط بقى عشان إحنا الصبح إحنا كنا أخدين السويت في وش المركب بالظبط والمركب اليوم ده قامت عاصفة أنت في وسط المايه أنت طول الليل مش شايفة حاجة خلاص أنت في بحر مش شايفة لا أرض ولا سماء ولا أي حاجة فاليوم ده هو نام وأنا المفروض بلم حاجتي عشان الاوضه برغم ان ده سويت بس خدي بالك سويت على الكروز مش كبير طبعا. يعني اوضه برضو يعني وانا فجاه بقت بتاع عماله تعمل كده اسماعيل ياسين فعلا ترك هو صحي عمال يضحك يا استنى اثبتوا يا جماعه زمان مش شنطه فكل شويه ترك روح مخبوطه في حته قال لي انت مفكرين اسماعيل ياسين في البحريه بس ده حلو العاصفه دي حلوه تجيب حاجات حلوه ايوه بس انا الخوف ده انا ابتديت افكر بقى في تايتانيك و شاكو رز عملت شاكو رز هو انا بعد ما اتجوزها بقى مستني حج عشان اخدها في حضني ده انا بتكلم على واحد معاك يلا يا كمان بعد الجواز يعني كمان بعد الجواز كنت سيبيه في كيدك يا زوجي طب انت يا عفيفي بتغير على نجله؟ انا قبل كده او يعني الطبيعي بتاعي انا ما بغيرش خالص مش ثقه في ان انا جاح بقى والجو ده لا لا انا ما بغيرش اولا انا عارف نجله عامله ازاي او لا احاول سنتين يعني بتفكر فانا انا انا مش من نوع الغيور بس في اول علاقتنا انا اول مره اعرف واحده فنانه فمثلا ايه خارجين الناس تطلب تتصور وباي باي بقى وباي باي في العربيه ولا واحد بيديني الكاميرا ويقول لي صورني مع المدائن يا نهار ابيض الجو ده فاول مرتين ثلاثه كده قالت لي ما ينفعش نزعل الناس وبتاع قلت لها الناس ايه انا اقعد اصورك مع الناس وبتاع كده في حد في تنشنه استغراب لسه كان في استغراب في الاول كنا في مره في حفله راس السنه ومجموعه جدا جات لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه انا اتصور معاكي وبتاع انا قلت لها مفيش تصوير قفشت بقى جدا عملت فيها السبع مفيش تصوير اليوم ده كان عالمي بالنسبه لي فكله ترص ونجله واقفه وراهم وبتاع والراجل لسه هيدوس الكاميرا قمت جايبها انزلي تحت فالصوره ترك من غيري يعني فعلا هو طلع بسرعه طالع متوتر طب يا نجله انت بتغيري عليه؟ جدا عشان بس لا هي هقول لك بغير ليه وامتى ما الغيره ليها وقت لا ايه بقى يعني بغير لما نبقى اقول قولي انا عارفه انت بصي نجله انت انا بقول لك انا هغير لما اكون عارفه ان في واحده بتستهبل وهو عادي لكن لو هي مش بتستهبل لكن انت على فكره هي بتقول لك كده عشان انت لا 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 بس هو مش عادي هو انت شايفه هو كان متضايق وبعدين هو لازم اي واحده استنى يعني مثلا تلاقي واحده احنا خارجين في حته ما تعرفنيش واقفه تلغي مثلا على ربع طب هو خارج مع مراته طب ما هو وبعدين بقى انت بتقولي ايه هو بتلغي فين استنى بقى تيجي تقولي ده انا كنت اعرفه من 15 سنه اوكي فاكر بقى يا عفيفي لما كنا بنخطف اللحمه من من بق بعض طب ثاني هو عفيفي خلاص يا ماما طب انا خارجه مع جوزي هنقضي اليوم معاكي ولا ايه طب هسالك سؤال تفتكري الستات او البنات اللي بتحاول تقرب دي بتقرب منه عشان هو ما شاء الله ربنا ميسر حاله كده وعلى قلبه قد كده ولا عشان هو امور وبيبي فيس ولا عشان هو عنده عرق تركي ولا عشان هو جميل لا وتحسي كده في جاذبيه استنى في عندكم حاجه ولا انا نخلص كده انت محتاجه انا حذرتك على فكره انت مش مصدقاه انا حذرتك انا قلت لك بتجيب
انا هقول لك على حاجه. انت محتاج الست دي في حاجه؟ انا هقول لك حاجه. انت محتاج الست دي في حاجه؟ هقول لك واحده لغت وواحده بتاع بتغير بس عامله فيها تقيله. لا 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 قلت بقى هو بيبقى رايح معاها. هو الراجل لجوه ولا عمل حاجه؟ انت بتغيره بتحبيه؟ ما تنكريش يا نجله. ايوه بغيره بحبه بس بص له في وشه قولي له بحبك وبغير عليه. بحبك يا حفيفي وبغير عليك. ما تجيبي ايه ده؟ ايه ما انا خاف اعمل ايه مش حاجه علينا. ما انا افرضي يا بصي شفتي عمله ايه؟ انت ممكن تفتحيني. بصي هو لمسه تعال تعال. ما انا خايف. طب خلاص غرزتين كده بسرعه. بتغلس عليها في لبسها؟ يعني بتقول تلبس ايه وتلبس ايه؟ عجبتكم قوي؟ ما هيبقى في خناق. تحس ان هما كانوا معاكوا بقى. ممكن يقولوا اه. على فكره اعتقد ان دي مشكله كل الرجاله والستات. ما عشان كده ده هو ايه يعني؟ يعني في غلاسه. في مش غلاسه اوفر. مش غلاسه لا لا. اولا يعني حسب اولا احنا رايحين فين وقاعدين فين وفي انهي بلد وفي انهي مكان. كل حته وليها ليميت. ليها ليميت حسب بقى. بس انا مش بلبس حاجات تضايقه. بس هو مثلا ايه؟ هو مش قادر يفهم ان لبس السهره كده. يعني انت لو رحتي تقولي عايزه البس لا انا قادر افهم بس انا حر بقى. فانت تروح اي محل تقول عايزه البس لبس سهره يا قصير يا مفتوح من فوق ما اعمل ايه طيب؟ لا عايزه لو طولتيه لا يا حبيبتي تضربي تحتي بودي كريم بس اقعدي ساكته. لا ايوه مش غلط من عندك. صح انا لو ولادي والله العظيم انا ابتديت احبك اهو صح. ايوه وانت بقى لو متجوزتني اضرب بودي كريم يا عفيفي. طب والله لا اعملها واضرب لك بودي كريم واشوف هينزلني يا عفيفي. بصي يا حبيبي انا لو انت اتجوزتني هلبس لك تحت لجن كارينا وبادجي كريم. مبروك يا عفيفي. خلي الواحدة عرقانة وقمر مش قادرة اقول هتنبسط. طب قولي لي يا نجلة بجد انت فعلا شايفة ان من حق الزوج ان هو يقول لمراته تلبس ايه وما تلبسش ايه؟ يعني مثلا انت عاجبك فستان قوي وخلاص وسستمتي نفسك ورتبتي نفسك هلبس ده في مهرجان او حفلة وقفل بقى يوميها تعملي ايه؟ هو ما بيقفلش على فكرة. يعني هو في ميزة عفيفي ميزة هو كله ميزات مش لا 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 ميزة لا. والله ما ميزة واحدة عم فيها ايدي ده ميك ميزة وميك حاجة ما تسلم استنى لا خلاص ما تقعدي اضرب. انت فرحان؟ ايوه اضرب. فين شخصيتك في البيت ده؟ طب تعالي انت اقعدي هنا وانا قاعدين. تعالي 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 انت اقعدي هنا حياتي والله خلونا ده اشيل الحاجات دي ربع ساعة. اي يا حلاوة بس حلوة قوي من قريب اقسم بالله ما هي راجعه. خليها ده من والله ما هي راجعه والله. اي حلاوه دي روحي بصي انا عسلي خالص يعني تاني. روحي بصي روحي يا نهار بص بص عينه بص عينه عشان انا مش عارف ابص فين دلوقتي. لا يا اختي تعالي جنب جوز. لا لا روح روحي خلاص اقعدي في جوزك. ده غلط عليك يا ابني. المهم ان انتوا اتنين بتغيروا. شفتي وانت بتغيروا انا بغير ايه؟ طبيعي طبيعي ما فيهاش حاجه. كلنا عارفه لو قمتي تاني احسن. عارف بصي بقى حكايه اللبس دي عشان هو في حاجه لذيذه. هو ذكي فستان تحفه عليك يا حبيبتي. اه بس مش ملاحظه ان هو قصير سنه؟ لا يا فيفي مش قصير. لا لفي كده. طب لو لقيتي حاجه اطول يبقى هيبقى الذ. يعني انا بغير عليك يا بنتي. فطبعا زي الكلبه اه على الفستان انا بسوي واحد تاني. كيفك الكلمه داخله صح؟ طبعا صح. لكن عارفه قال لي ايه الزفت انت لابساه من غير مش عارفه ايه؟ لا هلبسه بقى. فهي ذكاء راجل. هي عناديه جدا على فكره. وانا عناديه. وانا كمان عناديه. وعندي عندي بقى هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني اما اشوف انا ولا نجله اللي هتاخد عافيه. يلا يا ميج شوف يا عفيفي والله طب خلق بايدي شوف حاجات بسيطه كده عشان انا عارفاك حرش وتحب الحاجات الحرش. يلا وانت ممكن تاكلي برضه ممكن تدوقي
شايف التعاون؟ ايوه انا بتعاون مش باكل لما بطبخ. ما بطبخ وبتاكل ففي تعاون فعلا. انت ايه ما بتتعاونوش؟ لا هو بيتعاونش. بتطبخ حلو جدا. بتطبخ حلو؟ بص ابتدى يتضايق، ابتدى نفسه ابتدى يقفل. باين على جسمك. تقفل. تعالى يا مدي خد الشوك يلا. طب نساعدكم طيب؟ لا 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 خليه. صاحب ضيوفه كده؟ في مكان تاني للطبق؟ لا. انت جبت واحد رز بقى وكنا حطينا لهم بتنجان، يمكن يكون بتنجان. البتنجان. ماشي. صح؟ خد ده معاه. خلاص انا هاخده. ما تعرفش تشيل كتير مع بعض، امشي. يلا. امشي الا تتكفى على وشك. مش ناقصه اقعد امسح انا بقى. تعالى شيل الرز ده. خد. يلا يلا جالك البتنجان. بصوا بقى عامله لكم حاجات خفيفه قوي عشان ايه الدايت. الدايت عفيف الاول، عفيف الاول. ما تستعجليش. انت مديني سكينتين، واحده اه يا جد. ده اكيد دي علامه. دي علامه الله. دي علامه. علامه تخلص السكينتين يعني زوجتين صح. الراجل اللي يطلع له سكينتين يبقى هيتجوز اثنين صح. وانا مش معترضه. اتفضل. خلصي. يلا بتحب تاكل ايه بقى يا عفيفي قولي. تاخد مقاسي؟ مش عارف. بحب اكل ايه من ده ولا بحب اكل ايه في ال لا قولي عموما وانا بس اديك عشان احدد هديك اعملك سندوتش من ايه. انا بحب اكتر اكله بحبها الستيك الفيليه. اتفضل. فيليه ايه؟ فشه. ممبار. لا طب فشة. يبقى الممبار اهو من ايديكي كده مره. طب اديه لك في بقك. ايوه طبعا. يا سلام. يا لهوي. يا اخي يلا عايزين عندي كام. خد خد اقعد. انا اللي اكلك. اقعد اقعد ما تتهورش. على فكره هو كان جاي ياكلني. اقعد. ما انا خدت بالي من الاكل. عشان كده رحتي مرجعاه. ايوه. وايه تاني طيب قول لي. ممكن تاكلي طحينه، بيحب الطحينه. طب يبقى نعمل له سندوتش بقى. بصي بيعشق البتنجان. بجد؟ لا 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 لا. بتقول لي معلومات غلط. اه دي مش سهلة. شوف وانا اللي قلت هنتعاون سوا. بيعشق البتنجان. شركة مساهمة مصرية. ها؟ بيعشق البتنجان. اديله حتة بتنجان. يعني أنت مالكش في فشة وكرشة والحاجات دي؟ لا ممكن كبدة جدا. أهو كبدة أهي. بطحينة يبقى هايل جدا. لا أنا دي مش كبدة، استني بس عشان أنا دي مش كبدة أنا مشغلة غلط؟ دي كرشة. أنا دي كرشة؟ دي فشة. عارف الفرق؟ بجد ولا بتهرج؟ والله فشة. يعني ايه اللي هي بطن السندوتش صغنن اهو منيو كده. تسلم ايدك. حاجه صغننة. كل يوم ده ملوش لازمه. انا باكل اهو. اه النبي عربي كده. وانا احب الراجل كده اللي على طبيعته. يا لهوي. استنى انا اكلك. احنا لو انت في وقت واحد ماشي يلا. عملنا كده في فرحنا. اكل ايه بقى؟ اكل اكلتك في فرحنا. يعني احنا عملنا كده. انت بتعرفي تطبخي ايه؟ ايه اللي انت بتحبي تطبخيه؟ لا كله مره احلى اكله بتاعت هو بيحب. لا هو هو يقول ايه احلى هي جايبه جول في الفيليه جدا يعني اكني قاعد في ريستورا. اه ريستورانت يعني ما حصلش. شوفي قالها ازاي. ريستورانت. انت قلت ايه بقى؟ ريستورانت. انا سمعتها ستورجي. يعني هو قاعد في ستورجي. لا انا والله متعلم. لا انا ما حصلتش. وبتعمل سلطات وكل يوم شكل يعني ما اعرفش. ريحي نفسك يعني مش هيجيب معاه نتيجه بقى البتنجان خالص. المنطقه دي مش بتاعتي الصراحه. بس ممكن يخسرها الجوازه باظت. ممكن اخليها تبقى بتاعتي. بس انت ممكن تجرب. يعني مالكش في الحاجات دي؟ ايه؟ مالكش خالص في البتنجان؟ لا ليا يعني بس في حاجات معينه. حاجات مالكش فيها؟ لا اوقات يعني ممكن كبده وزبده. ان شاء الله هيشوفك. ان شاء الله هيشوفك في الجواز. طب من ورايا كمان بقى. من ايديك؟ امال من ايه؟ بقى عايز ايدي انا والله. بس عايز تسكت. ماشي خلاص. طب قولوا لنا ايه اكبر خناقه اتخانقتوها بقى بعد الجواز؟ بسبب الطبيخ. بجد؟ وحياة ربنا. بجد؟ في رمضان كده. امال عمالين نقول قلت لك انا قضيت. لا انا مش بص انا بطبخ حلو بس انا مش عشاقة المطبخ ان انا اقعد في مكان. انا بتخنق من ال هي كانت مقفوره شويه. واول مره بقى اعيش جو البيت يعني انا مثلا ايه كنت ادخل اجيب الحاجات على القد. دلوقتي انت جبت البيت كله. فاهماني؟ اللي هو كل التفاصيل بقى واصناف كتيره وبتاع قعدت لها 10 ساعات. وما كنتش لسه بتعلم يعني بعد كده اتعلمت اللي هو في حاجات تجهزها.
تكون موجوده اصلا اوريدي عندك، دي ما كانتش عندي. فانت كل حاجه بتعمليها من صباح الخير هنقشر البصل، انت صباح الخير هنفصص الثوم، عارف كل حاجه من البدايه عندي. فاليوم ده كان في رمضان، ففي فطار، حضرت الفطار، قعدت طبعا اطبخ من الساعه 11 الصبح، خلصت على الاذان جه كان الفطار الحمد لله، وقعدت اتفرج على التلفزيون بكل براءه. وانا دخلت في بقى اطباق المسلسل بتاعها ما كانش عندنا، ما عندي شوفي بيشوف شغلك يعني. استني بس، مش مهتم بيكي. طيب استني بس احكي لك بقى. فدخلت بقى بشيل بقى الحلل وال كل الحاجات دي والاطباق وغسيل وبتاع، خلصت الساعه 11 وشويه، خرجت اي مش هسحر داخله المطبخ تاني، ابتديت بقى اعمل. انت من اليوم ده من 10 الصبح لغايه 11 بالليل، من 11 ل 11 تقريبا، 12 واحده بالليل كده. خرجت قلت له لا انا مش هعيش حياتي في المطبخ، انا عمري ما هقعد جوه في عادي. انت محسساني اما لو يوم عادي بقى وفي فطار وغدا وعشاء، لما افطر وسحور وخلاص ومش طايق انا. لا 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 مش ما لا 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 انا ده انا مادي بياكل 10 طقات في اليوم. ده ربنا يسهل يعني، ده الراجل فطار وسحور وانتوا نفرين. لا لا معبرة على نفسك ليه؟ لا ما خرجت قلت لك انا مش هعيش حياتي في المطبخ، وقعدت عيطت. ده انت اتخانقتي مع نفسك كده، انت كانت في خناقه مع نفسي اللي هو انا قاعده بقالي 11 ساعه جوه في المطبخ مش شايفه غير بوتاجاز والحوض والاطباق والبصل والبتاع، وبصي وانا قاعد بره بتفرج على التلفزيون واعملي لي شاي يعني. شوف انت عسل نسيت، قلت لها انا مش فاكر، هي شوف نفسها جحيم. انت عايز واحده تهنيه صح؟ عايز واحد بفكرك بس، عايز واحدة تسعدك. في هو في أكتر من كده؟ في بتدعي عليا؟ طب سيبنا من الجواز شوية. أنت بقى. إيه؟ أنا عارفة إن في واحدة مطلعة عينك وكانت مستقصدك كده هوت في مسلسل وحطاكي في دماغها. حلوة كده ها؟ نجمة ماشي. كبيرة وطويلة. ليه بقى ها؟ والله ما اعرف انا بقى. بصي الكلام ده مسموع وليس مرئي، يعني شالت مشاهد، شالت ده كله اتقال لي. يعني لا اتقال لك انت مش عارفه انت اشتغلتي. ما خدي بالك الورق ما كانش بيجي لنا الاول كمان. مش مشاهد متصوره يمكن قصدك؟ مش مشاهد متصوره. لسه ما اتصورتش. مش مشاهد متصوره. طب وانت ايه كنت حاسه بايه بقى؟ لا بصي انت بتبقي متضايقه انك داخله تعملي شغل حلو وحابه انك تكرمي الناس اللي اختاروكي ورشحوكي، بس ربك كريم وكبير. طب لو جالك عمل تاني؟ بس انا عايز بس اقول حاجه، هي مش يسرى على السنه اللي فاتت. لا لا مش يسرى. لا لا طبعا جدا. لا فانا بس عشان لا لا طبعا دي عسل، دي اللي بتساعد الناس كلها. انا بحب يسرى حب غير طبعا طبيعي. تحيه كبيره ليها. لا بالعكس يعني يسرى وخلي بالك هي التانية برضو كويسة، بس انت محلوة، وهو دايما كده البنات الحلوة مع الحلوة ما يتقوش بعض، يعني عشان كده انا تلاقيني بفلت في اي لوكيشن. عشان كده مفيش اي حاجة عادي. لا يا شيخة ده انت حباني خالص. ايوه. طب قولي لي عمري جالك مثلا ورق او دور كان عاجبك قوي وهو قال لك لا مش هتعمليه؟ هو لغاية دلوقتي لا، هو عنده تحفظات على حاجات في الادوار. خلاص يعني عنده تحفظات. هو اخد هو كان واخد عني انطباع مش كويس بحكم الادوار اللي الادوار اللي بتعمليها، فهو خايف يكون الشعب او الجمهور راسم نفس الصوره. مع ان احنا عارفين طبعا ان في ناس مدركه ان ده تمثيل، وفي ناس فعلا بتعيش مع الشخصيات. يعني زي ما انا كنت فاكره ان زكي رستم ده شرير جدا، انما لو كان زكي رستم ده مرعب بالنسبه لي. بس هو لما اما جينا اول ما نتجوز حط تحفظات على بعض الحاجات انا اوريدي عملتها في اعمال، فاني مش عايز الناس تاخد عنك كذا انطباع، بالرغم ان التمثيل مش كده. التمثيل كل ما انت بتتقمصي شخصيه تبعه. بس ثانيه واحده بس. انا اول لما شفت نجله كنت شايفها ايه بالظبط؟ انت ابتديت من الاول كنت أنا عايز انا نفسي كنت عايز ايه؟ ايوه بالظبط. بس هو انا كنت مختلفه معاه في ايه؟ ان الممثل بيمثل كله، ومش ده اللي هيدي انطباع انا كويسه ولا مش كويس، لان في الاخر الناس لما بتقابلك بتقول عليكي انت انسانه كويسه او محترمه. دي ادوار صح. هي مفاجأتني، هي فاجأتني صراحة. فلازم افصل ان دي مهنه صح. ودي وبالعكس ده انت كمان ما شاء الله، يعني دي شطاره ان انت وصلتي الناس ان هم يصدقوا، فدي شطاره انك المفروض المفروض ان انا غير صح. ربنا يخليكي. بس في نفس الوقت حطيت تحفظات لحاجات انا لاني اصبحت مسؤوله عن مسؤوله منه، او اللي هو تحمل صح. اسمه طبعا يعني، ومش بس اسمه هيبقى بعد كده اسم اولاده. فانت عماله تفكر في تكوين كامل، انك مش عايز تعمل حاجه
تتاخد عليك في يوم من الايام يتقال لا ما انت ما انت مش عارفه الناس بتبص ازاي برضه. اتفضلي يا عبد. من غير تحفظات عايزينكم تغنوا مع بعض اغنيه دويتو. يلا. ايه رايك عجبتك؟ لا احنا تشغلوا معايا واحنا بنحرك شفايفنا ينفع؟ لا لازم نغني؟ اه تغنوا مع بعض. انا عماله اغني يا جماعه اسمعوا بقى. لا لا يعني اعمليها ما تعملهاش. تعالوا يا جماعه ميرسي يا جماعه.